لقاء جواري ووسط حوار شفاف طرح المجتمع المدني بولاية أدرار انشغالته أمام وسيط الجمهورية كريم يونس، الذي أكد أن خدمة المواطن أولوية ولا بد من تضافر الجهود بين الجميع. واجبنا يحتم علينا اليوم الكلام بصوت مرتفع عن هذه الظاهرة وبعيدا عن لغة المجاملة لتسمح لنا بمواجهة هذه البيروقراطية، بمواجهة التهميش، بمواجهة الحقرة، برفع الغبن عن المواطن. سوف لن نسكت كلما يتعلق الأمر بأي مظهر من مظاهر البيروقراطية. قطاع السكن، التشغيل ومشكل العقار الفلاحي والصناعي وغيرها من الانشغالات كانت محور التدخلات التي رفعت في هذا اللقاء الجهوي لولاية الجنوب الغربية. كانت عندنا صعوبات كبيرة، كان عندنا والي منتدب، مدراء منتدبين ناقصين في الصلاحيات، ماهوش تقصير منهم، ناقص في الصلاحيات، ما عندوش تدخلات، لازم لك تراسل المدير المنتدب، والمدير المنتدب تزيد تراسل الوالي الام والمدير الام، معناتها كانت عندنا وفي الحقيقه ثلاث صدورنا حقيقه قرار تاريخي لاستدراج الجمهوريه، وقلناها ونقولوها باسم الساكنه باللي قرار طالما انتظرناه. كانت عده توجيهات من اجل طريقه التعامل مع الاداره وحل جلد عرائض المواطنين. الانشغالات اللي راهو باغيين يطرحوها علينا ماذا بينا باش نحلوها حنا والواسط، وباش تمشي بعيد، لا ما كملوهاش هنايا، تمشي بعيد توصل ان شاء الله حتى للسيد رئيس الجمهوريه. العمل المشترك بين هذه الهيئه والمجتمع المدني عامل اساسي لنقل مشاكل المواطن الذي يتطلع الى حلول مستعجله لا سيما بالمناطق الحدوديه.